شوفوا هذه، فلهذا نحن قلنا أنه في عبارات السيد العلامة هنا توجد تلويحات، بل في بعض الأحيان تصريحات أن ارتباط المسبب بالسبب ليس ارتباطا ذاتيا من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وإنما هذا الارتباط ارتباط ماذا؟ ارتباط جعلي إيجادي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا وذاك مسببا، واقتضت حكمته ألا يوجد ذلك السبب إلا من خلالي، ألا يوجد ذاك المسبب إلا من خلالي ذلك السبب، وإن كان قادرا على أن يوجد المسبب، أن يوجد ذلك الذي سميناه مسبب، أن يوجده ماذا؟ من غير طريق خاص به، ولكنه لم يفعل، وإنما حكمته إرادته تعلقت بهذا الطريق. فلهذا يقول ترتب المسبب على السبب ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت ترتب السبب على الترتب المسبب على السبب كانت كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، أيضا يتوقف بإذن الله أو لا يتوقف بها؟ ها؟ لا يتوقف، لأنه إذا وجدت الأربعة وجدت الزوجية أو لا توجد؟ بإذن الله؟ بإذن الله؟ ها؟ لا أبدا. الله سبحانه وتعالى إذا تحققت الأربعة يقدر يقول لها مو أنت مو زوج؟ يصير؟ وإذا لم تكن زوجا مو أربعة يعني؟ لا افرضها انها شنو؟ ها؟ اربعة، افرضها اربعة. اذا صارت اربعة لازمها ماذا؟ زوجية. يمكن ان تنفك على او لا يمكن؟ مثال اوضح اجيب لك، خاص ذهنك تقول السيد الحيدر يقول بان الله مقادر. مثال اوضح اجيب لك، اذا انا وجدت مسبوق بالعدم لو مو مسبوق بالعدم انا؟ مسبوق بالعدم؟ ممكن لو واجب اصير. ها؟ يقدر الله هم يتخلي عن هم مسبوق بالعدم هم مو ممكن انا يصير لما يصير؟ ما ممكن، لانه مسبوق بالعدم يعني شنو؟ لازمه امكانه الذاتي. عم ملتفتين؟ اذا ترتب المسبب على السبب من اي نحو؟ من قبيل الامكان بالنسبه الى الممكنات او ليس من هذا القبيل؟ إذا قلنا من قبيل الإمكان بالنسبة إلى الممكنات، بعد مرتبط بإذن الله لو مو مرتبط بإذن الله؟ ليس مرتبطا. خلوا ذهنكم يا شيخ، ليس مرتبطا. إذا قلنا ترتب المسبب على السبب من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، من قبيل الإمكان بالنسبة إلى الوجودات المسبوقة بالعدم، بعد هذا المسبب يتوقف على إذن الله لكي يوجد أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. ولكن هو يقول ماذا لكي يترتب المسبب على السبب يتوقف على إذن الله أو لا يتوقف؟ يتوقف. إذن الارتباط بينهما ذاتي أو إيجادي جعلي. واضح شيخنا؟ قال لزمه وجود مسببه مترتبا على ذلك السبب، ولكن بإذن الله سبحانه.